السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. في هذا الفيديو سنتطرق مع بعضنا البعض إلى تجربة تومسون أو تجربة انحراف الأيونات عن مسارها. لاحظ معي في هذا الفيديو Y يساوي OM الذي هو انحراف الأيونات، وX البعد بين نقطة انطلاق الأيونات ونقطة انحراف الأيونات هو يساوي D. هدف التجربة دائما هو تحديد النسبة U على M، أي شحنة الإلكترونات مقسومة على كتلة الإلكترونات. زمن الانحراف للأيونات، لدينا Y يساوي 1 على 2 غاما في T مربع، والتي هي معادلة انحراف الأيونات أو معادلة الحركة عند انحراف الأيونات. قبل انحراف الأيونات تكون الأيونات تتحرك وفق حركة مستقيمة منتظمة، معادلتها الزمنية هي X يساوي V في T. إذن حركة الأيونات من هذه النقطة إلى هذه النقطة هي حركة مستقيمة منتظمة، معادلتها الزمنية للحركة هي X يساوي V في T، وسرعتها هي سرعة ثابتة. سرعة ثابتة، سرعة الأيونات من هنا إلى هنا تقدر ب V يساوي U على B، V يساوي U على B، والتي يمكن برهنتها بمساواة القوة الكهربائية مع القوة المغناطيسية، فنجد بأن V سرعة الأيونات هي U على B. لاحظ معي هنا، إذن عبارة زمن الانحراف هي كالتالي: T يساوي X على V. إذن X هذا هو D، هو البعد من هنا إلى هنا وهو D. نعرف هذه المقادير: X هي إحداثية الأيونات أو موضعها أو موقعها مقدرة بالمتر، V هي سرعة الأيونات بالمتر على الثانية متر على السكوند، T هو زمن انحراف الأيونات مقدرا بالثانية سكوند. تعيين تسارع الحركة. لماذا نقوم بتعيين تسارع الحركة؟ نقوم بتعيين تسارع الحركة ببساطة لأنه مجهول في معادلة الزمنية للانحراف، أي أننا لتعيين هذا الانحراف الذي هو Y أو OM يجب علينا تعيين زمن الانحراف أو عبارة زمن الانحراف التي عيناها هنا وسميناها العلاقة رقم 1، وهذه العلاقة سميناها رقم نجمة. إذن عينا العلاقة رقم 1 التي هي زمن الانحراف، يتبقى لدينا مجهول واحد في هذه العبارة الذي هو تسارع الحركة. تسارع الحركة نحدده من المبدأ الأساسي للتحريك أو القانون الثاني لنيوتن. تلاحظ بأن الأيونات هي تقوم بحركة، والحركة هذه هي عبارة عن انحراف. إذن هذا الانحراف يجب علينا تحديد القوة التي تؤثر على الأيونات عند الانحراف. عند الانحراف مباشرة تصبح القوة المغناطيسية تساوي صفر، لأن سبب الانحراف هو خلل في توازن القوى. مثلا كانت لدينا القوة الكهربائية تساوي القوة المغناطيسية، حيث الحقل الكهربائي كان يعامد الحقل المغناطيسي، ولكن بعد أن قمنا بجعل الحقل المغناطيسي يساوي الصفر مباشرة انحرفت الأيونات عن مسارها. و لحساب مقدار الانحراف نعين التسارع ونعوضه في المعادلة الزمنية للحركة للانحراف. إذن لاحظ معي هنا، مجموع الشعاعي للقوى الخارجية يساوي الكتلة في تسارع الحركة. القوى الخارجية المؤثرة على الأيونات عند انحرافها مباشرة هي القوة الكهربائية فقط، القوة الكهربائية فقط التي أثرت على الأيونات. سبب انحراف الأيونات هي القوة الكهربائية فقط وليست القوة المغناطيسية، عليكم أن تحذروا. وربما تكون هناك أسئلة للدرس يقول لك: سبب انحراف الأيونات في تجربة تومسون هو القوة الكهربائية أم القوة المغناطيسية؟ تجيب أنت: سبب الانحراف هو القوة الكهربائية. إذن نلاحظ بأن القوة الكهربائية هنا F يساوي MU في جاما، هذه علاقة شعاعية، ولكن أثناء الرسم نلاحظ بأن FU تؤثر نحو الأعلى، والمحور OY دائما توجيهه نحو الأعلى، يعني عندما نقوم بالإسقاط نجعل FU موجبة وليس سالبة، لأنها في نفس اتجاه محور الحركة. FU يساوي U في U، التي هي هنا كما تلاحظ FU عبارتها هي U في U، وهنا FU موجبة، FU يساوي MU في جاما. إذن تلاحظ بأن عبارة FU هي Q في U، ولكن بما أننا نتعامل مع إلكترونات نضع الشحنة العنصرية Q يساوي U،
لأن الشحنة العنصرية الإلكترونية 1.6×10^19 كولوم، والتي هي أو. إذن نستخرج جاما من هذه العبارة، أو في أو يساوي أم أو في جاما، إذن جاما يساوي أو في أو مقسوم على أم أو. هذه هي عبارة جاما، نسميها العلاقة 2، عبارة النسبة أو على أم أو بتعويض 1 و2. في نجمة نجد التالي، إكراك يساوي 1/2، نفتح قوس أو في أو مقسومة على أم أو، نغلق القوس مضروبة في إكس على في الكل مربع. تلاحظ هنا بأن في يساوي أو على بي، نقوم بتعويضها في عبارة الانحراف، إكراك يساوي 1/2 أو في أو مقسومة على أم أو مضروبة في إكس مربع مقسومة على أو على بي الكل مربع. لاحظ معي هنا إكراك يساوي 1/2 أو في أو مقسومة على أم أو مضروبة في إكس مربع في بي مربع، البي هذا يصعد نحو البسط لأن القسمة هي ظرف المقلوب، إكس مربع في بي مربع مقسوم على أو مربع، إذن إكراك يساوي 1/2 أو في بي. تلاحظ هنا اختزال بين أو مربع وأو، لدينا هنا أو يختزل مع الأو، تصبح لدينا إكراك يساوي 1/2 أو صغيرة التي هي الشحنة العنصرية مضروبة في بي الذي هو الحقل المغناطيسي مقدرا بوحدة التسلا مضروبا في إكس مربع مقسومة على أم أو في أو الذي هو الحقل الكهربائي مقدرا بوحدة الفولت على المتر. أو تكون العبارة OM يساوي 1/2 أو في بي في دي مربع مقسومة على أم أو في أو الذي هو الحقل الكهربائي مقدر بوحدة الفولت على المتر. تلاحظ هنا في هذه العبارة يمكننا أن نكتبها بطريقة أخرى وهي ليست مكتوبة في ملف البي دي اف هنا. تلاحظ بأن OM هذا يمكن كتابته كتالي، نقوم باستبعاد هنا كما تلاحظون باستبعاد بي على أو، بي على أو. تلاحظ هنا بأن هذه العبارة بي على أو هي مقلوب السرعة في، إذن وبالتالي تصبح العبارة أو إم هي 1/2 أو في دي مربع مقسومة على أم أو مضروبة في في التي هي سرعة الأيونات. هنا إذا قدم لك سرعة الأيونات ولم يقدم لك الحقل المغناطيسي والحقل الكهربائي، تتعامل تقوم بتكييف المعطيات مع عبارة أو إم، إذن تجعل بي على أو هذا، بي على أو هذا يصبح هو مقلوب الفي، مقلوب سرعة الأيونات، وتجعل السرعة في المقام، إذن تصبح العبارة أو إم يساوي 1/2 أو في دي مربع مقسوم على أم أو مضروب في في، مضروب في في التي هي سرعة الأيونات مقدرة بوحدة الفولت على مقدرة بوحدة المتر على الثانية، الحذر. وهي عبارة انحراف او ام او ايجراك بوحدة المتر، هذا او ام هذا يقدر بوحدة المتر وهو نفسه ايجراك الذي هو انحراف ايونات. اذن عبارة نسبة او على ام او هي 2 ايجراك في او مقسومة على اكس مربع في بي، وكما قلت لكم او على بي هذا، او على بي هذا هو نفسه سرعة الايونات، يعني يمكننا ان نضع او على ام او يساوي 2 ايجراك مقسومة على اكس مربع في في مقسومة على اكس مربع، كل الكسر هذا، كل الكسر هذا مضروب في في، اذا او على ام او هو 2 ايجراك مقسومة على اكس مربع مضروبة في سرعة الايونات في. اذا او نقول بان او على ام او يساوي 2 او ام، او ام ايضا هو نفسه الانحراف مضروبة في في مقسومة على دي مربع، لان في هنا عندما نسحب هذا او على بي يصبح ناتجه وسرعة الايونات في. هنا عليكم الحذر جيدا وتكييف المعطيات مع التمرين الذي ستواجهه اثناء الامتحان او اثناء الامتحان المصغر، الحذر. المقادير والوحدات الدولية، لاحظ معي هنا المقدار، لدينا المقدار رمزه وحدته رمز الوحدة، الزمن رمزه تي صغيرة، وحدته الدولية الثانية رمزها هو اس، السرعة في وحدتها المتر على الثانية رمزها هو ام على اس، السرعة الحقل الكهربائي وحدة رمزه او كبيرة، او كبيرة وحدته الفولت على المتر رمزها في على ام، الحقل المغناطيسي بي كبيرة وحدته في الجملة الدولية هي تسلا ورمزها تي كبيرة، حذر.
كتلة الإلكترونات ام او. وحدتها في الجملة الدولية هي الكيلوغرام، ورمزها ك كبيرة جي صغيرة. شحنة الإلكترونات او صغيرة، وحدتها هي الكولوم، ورمزها سي كبيرة. تحويلات هامة: 1 سنتيمتر يساوي 10 قوة ناقص 2 متر، 1 غرام يساوي 10 قوة ناقص 3 كيلوغرام ويساوي 10 قوة 3 ميلي غرام، 1 كيلوغرام يساوي 10 قوة 3 غرام ويساوي 10 قوة 6 ميلي غرام، 1 ميلي غرام يساوي 10 قوة ناقص 3 غرام ويساوي 10 قوة ناقص 6 كيلوغرام. كما تلاحظون هنا، هذه الوحدات أنا قمت بوضعها، هذه التحويلات قمت بوضعها. إن واجهت مشكلة في التمرين مثلا، لدينا هنا دي، هذا دي، هذا الذي هو البعد، يمكن أن يقدمه لك بالسنتيمتر، يجب عليك أن تحوله أنت إلى المتر. هنا عليكم الحذر، إذا قدم هذا بالسنتيمتر يجب عليك تحويله أنت إلى ماذا؟ تحويله إلى المتر. هذه النسبة، هذه النسبة هي وحدتها هي الكولوم على الكيلوغرام، او وحدته الكولوم، ام او وحدتها الكيلوغرام. وعليكم الحذر جيدا اثناء التعامل مع الوحدات، كل القوانين يجب ان تتعامل معها وفق نظام الجملة الدولية ام ك اس ا، عليكم الحذر جيدا. كان هذا الفيديو هو تجربة تومسون بكل تفاصيلها، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. كما انوهكم الى انه يمكنكم إيجاد هذا الملف عبر مجموعتي للفيسبوك، وتجدون رابطها تحت هذا الفيديو على قناتي الفيزياء لغة الطبيعة. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.